ايش مر ايش مر اللي ايش مر اللي ياهن بالباكيت ما تجاير ايش مر اللي ياهن توقف ما تشمر اللي ياهن ما توقف ويشبعونا وصولات. عندك دلائل؟ عندك شيء يثبت هذا الشيء؟ تريد دلائل؟ خذ رقمي وتعال لباكر وراح اشوفك الدلائل. مو بس دليلات احنا واكثر الشباب تدري بها يشتغلون سواق. فاحنا نعاني من شغله يعني ذلتنا كلش ذلتنا بساحة عدن. ذول العصابات ما نعرف شنو هيئة صحيح مو هيئة ما اعرف بساحة عدن؟ بساحة عدن. وعندك اهل المرور، اهل المرور صدق ذلونا بحيث خلونا نذب سياراتنا بالبيت وحتى ما طلعنا بعد. مواضيع ما نقدر نحكيها بس احنا من خلال قناتكم نطلب الجهات المعنية بس يستطلعون على هاي الشغلة مع المرور وما ذولة. هم راح يعرفونهم شنو موضوعهم وشنو جاي يسوون بهل الكيان. شو يسوون هسه؟ بس هذا سؤال. ما يخلونك توقف الا بمقابل شيء. من الاخير شنو دليلك؟ شنو دليلك؟ عندنا دلائل موجوده. الدلائل مصورتها موبايلك لو لا؟ موجوده احنا اهل الكيان عندنا. اذا تريد اخذ رقمي وتعال يمنا بساحة عدن واجيب لك الموبايلات كلنا مصورين. اشمر اللي ياهن بالباكيت ما تجاير. اشمر اللي ياهن توقف ما تشمر اللي ياهن ما توقف ويشبعونا وصولات. عندك دلائل؟ عندك شيء يثبت هذا الشيء؟ تريد دلائل؟ خذ رقمي وتعال لباكر وراح اشوفك الدلائل. مو بس دليل واحد. انا حطك رقمي. ايه بس انت مسؤول على كلامك. مسؤول على كلامي وحافظهم بالاسم وما خافوا كلهم. اقول له تعال انت مقدم فلان وانت فلان وانت فلان. حتى توصل احنا اليوم وزير الداخليه ما يقبل على هذا الموضوع. ايه اليوم احنا الفاسد لازم يحاسب. نعم. صح لو لا؟ طبعا احنا دمرونا. ايش قص صار لك طابق؟ هذا اخوي ايش قص صار لك طابق سيارتك بالباب؟ عدل ما طالع فيه. والله بالباب طابقه بالباب والوصولات جاي تسجل. تعلم زين انت 6 شهور صار لك هناك. انا شرد معكم بحط لكم رقمي. ادزوا لي هالفيديوهات. اندز لك الفيديوهات واندز لك كل شيء. ادز لك اياهم كلهم بالتفاصيل. اليوم شلون راح ادز لك شلون يقولون لنا خليهن بالباكيت ما تجاير واشمر الباكيت ويجي هو يشيل الباكيت. ها؟ طلعت اسبوع واحد. باع ايش كم وصل؟ باوي باع اسبوع واحد. اسبوع واحد هاي 6 وصولات باسبوع. شوفن التواريخ شوفن 700,000 والله العظيم. هاي ما ادري بيهن مسجل. انا ما جاي احكي لك بس عنهم. بساحة عدن. بساحة عدن بساحة صنعاء يم المطحنة. من هناك بصنعاء يم المطحنة. الهيئة جاي تجيك تاخذ مرور ياخذ. يوقفونا اشخاص هيك هسه. ما احنا باع احنا دائما شو نقول؟ احنا نقول احنا مو كل واحد يحكي حكايه لازم نصدق بيه بصراحه. طبعا اكيد اذا مو دليل طبعا. ترى تتهم جهات الامنيه باطل. صحيح. انا اريد اليوم تدز لي الدليل. هذا الدليل انا قبل ادز ان شاء الله باكر اعطينا رقمه نسجل رقمه. راح ادز لك شلون ياخذون من عندنا. واذا راح ادز لك امين اذا ما نعطيهم شلون يحكون ويانا ويطردوننا من الوقفه. دز لي دليل. انا شفته بعيني. السلام عليكم. السلام عليكم. المرور طيب فلوس ابو الكوسر. السلام عليكم. خلاه يطلع يرجع للثانويه. ما يخالف. اريد دليل. دليل؟ اريد دليل. شلون يعني؟ اجيب لي انا الحكي ياخذ اوراق. لا يشيل علي هذا ابو جوادين وحخال الكاظم. انا المرور قدامي. اسمعني والله العظيم اخذ ابو الكوسر ونعمه بالله على عيني وعلى راسي. كما عندي شغل عمل 50 اشد عليك انا. ما يخالف. اريد دليل. هذا الدليل يضمن حقكم. والله العظيم باكر يجنك الله شاهد وحقاد الكاظم. عمي على شلون احنا هسه انا من حكيت لك باكر ادز الكيان كلهن الدلائل. ها كلنا ادز الكيان بس احنا نريد نتيجه. يعني واذا تريد انا لا خاف ولا هذا. وهم يعرفوننا هسه اكيد راح يشوفون ويعرفون. انا عبد الوهاب بساحة عدن ويعرفونني كل زين. اعطيك اياهم بالاسم مقدم فلان وفلان ومفاوض فلان وكلهم. اعطيك اياهم بالاسم وقدامهم اقول له تعال تاخذ قدامي تقول لي اشمر الباكيت لو خليهم بالباكيت لو لا. لا ولا كلنا اعطيك اياهم. ايش يسوي لك؟ اي لا هيك يعطيك بسكوت يقول لك انا اسوي وياكم. انا بالنسبه لي انت معروف. انا ما اتبنى القضيه. هذا موضوع خاص بكم. انتم حكيتوا هاي النتيجه. طبقنا السيارات بالبيت والله. جيب الفيديوهات وتدلل. هسه هو اليوم هسه هذا حكي بعد لو ما ادري ايش يصير. ما يطلع لازم للشغل. ما يطلع بعد لازم. هذا بعد ما يوقف. انا قلت هي الشغله خربانه. سيارتي في البيت يودوا لها واحد ياخذ الصوره ويشبعوها وصولات على هذا كلام. وهسه شوف وطبها مرض بس اهم شيء احكي الحق.
ويعرفونني كل زين. الله يحفظك. وراح اودي إيه لهم الدليل. معروفه بس كون معروفه بس, بس كون كون تسوون لنا حل وتنشرون ذن شلون ياخذون. انا اشكر كل شيء. ألف رحمة على وائل، أنا متابعك، وإحنا نشكر قناتكم، وإحنا شو نسوي؟